على أنغام الزرنة سار التراث في شهر التراث بمدينة جيجل، وكم هو جميل حين يزحف التراث على المدن فيحدث الفرجة. احتفال يعني ليميزوا مشاركة قوية من جمعيات وشباب لاحتفال بهذا التراث، يعني وهذا شيء جميل ويشجع بأن يعني كي تشوف المشاركة تاع الشباب اللي راه مازال بقى على 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 طريق الأجداد. أجيال متفاوتة من مناطق شتى رسمت هذه المشاهد، بعدها الجمالي أنها من صنع شباب هم يحملون اليوم مشعل تقاليد ما زال حنينها يسري. لا جيجل مازالت متمسكة بالعادات والتقاليد ديالها، واليوم رانا نحتفلوا بشهر التراث من كل سنة، وذلك لإبراز العادات والتقاليد اللي توارثناها عبر الأجيال. كل ما هو تقليدي راهو مازال عايش هنايا في ولاية جيجل، ونقدموا كل ما نقدروا عليه، وان شاء الله باذن الله التراث الجيجلي ما يموتش، يقعد دائما حي. ألبسة تقليدية وأواني خشبية وأكلات شعبية جمعتها رائحة الماضي، ولم تغب إلا الجدة كي تروي حكاياها للجمهور. غاشي دا باش تسوينا لا ويدا كي ديكرنا كثورا لي جانا كي غا كويت هادو غانا التقاليد نسن هالكسيوا غادقول لنا ليكزومبار وفخار غادقول لنا كان وين يخدم ناكل عوايد الجدود نسن. هو شهر ستلتقي فيه القرية بالمدينة حصريا في جلسات حميمية عنوانها الصلاة تمشي في الشوارع.